5000 عندي 500 انا نتمشى على رجلي انا ماشي سائح كما راك تتخيل. عبد العزيز خرج لنا عقرب دوك شتو كي داير؟ فضنا ومنا راح ننطلق لاول مدينه في السنغال اللي هي قلت له بلي انا جزائري دا اللي ديريكت حسني كاين بزاف فيديوهات تلقاهم في اليوتيوب اللي يتكلموا على الحدود هادو تاع روسيا ويقول لك فيهم بزاف مشاكل. غدوه ان شاء الله نشوفوا اذا صح فيهم مشاكل ولا ما فيهمش مشاكل. اول فيديو تاعي في موريتانيا بدات مع خويا عبدو كي انطلقت في المدينة الزويرات باش نروح للقطار، واخر فيديو تاعي في موريتانيا راح تخلص مع خويا عبدو ربي يحفظو. ما غير خليتنا بلاصتك يا ودي، ما تقوليش هكا دوك نعاود نولي حبيبي. بارك الله فيك، ربي يحفظك، ربي يجازيك. الحاجة اللي خلاتني نريح في موريتانيا الأسبوع الأخير هذايا هي أنه كنت مريض وكنت في حالة يعني كارثية، الحمى، السعلة، الفشلة. في حياتي ما عشت حمى كما الخطرة هذه، عندي قريب 5 أيام وأنا هكذايا ومازال. الحمد لله على كل حال اللي مرت لهنا في نواكشوط ومع كل شيء مرت في الطريق. فشلتني كاع فيها خير ان شاء الله. ما على باليش اذا غريب ولا كوفيد ولا بالك الناموس، الله اعلم. ارتحت على كل حال في الدار، وبعد اسبوع راني بديت نحس روحي لاباس شويه. ما بقاتليش بزاف في الفيزا تاع السنغال، لازم ندخل باش نسوي الوضعيه تاعي. ان شاء الله فيها خير على كل حال. والانطلاقه راح تكون من هذا المكان، الخرجه تاع مدينه نواكشوط. ودرت تحدي في راسي، قلت نروح من مدينه نواكشوط المنطقه الحدوديه اللي يسميوها روسو، حدود السنغال وموريتانيا، نروح بستوب نشوفوا الموريتانيين اذا يحبسونا ولا ما يحبسوناش. انا نقول فيها خير ان شاء الله. عطوناش منا والو. اها لهاد الساعة فاتت نص ساعة، وواحد ما حبس لي، وهاد المكان هذا طاكسيات بزاف مقابرية، اللي يحبس يقول لي كورسة. السلام عليكم. بس السلام عليكم، كيف حالك؟ لاباس؟ طريق روسو. أغلبية السائقين اللي كانوا يتوقفوا لي يا إما يطلبوا مني مبلغ من المال ولا يقولوا لي ماشي طريقهم. كما هذا قال لي شحال تعطيني بالمقابل، قلت له الهدف تاعي هو التنقل بدون مقابل فقط من أجل التجربة. قلت له بارك الله فيك وطريق سلامة. صح، الله يحفظك، شكرا. كتكون واش راكم؟ لاباس؟ الحمد لله. ها؟ ما عنديش؟ قاسمو قاسمو. لا لا، أنت ويا أنت ويا. ما اسمك؟ ما قلتيش اسم تاعك. دادي. دادي وقابري. وقابري. دادي وقابري، الله يبارك. عيب على خير. طريق روسو وين حطيتني؟ وين كتب ربي هذيك؟ الله يحفظك، بارك الله فيك. قريب ساعة ومازال ما حبست حتى سيارة، بديت نشمها قارصة. والاسم تاعك يسمك الله؟ اسمع عبد العزيز. عبد العزيز، الله يبارك ما شاء الله، الله يحفظك. عبد العزيز. انا اسمي جمال. جمال. محمد طالب. محمد طالب. يا الله يحفظك. هذا المكان هذا يتوقفوا فيه؟ يتوقفوا فيه يعني السيارات؟ ايه ودرجة بربا تمشي. لكن ستوب ما نخلص. زعما حبس دوكا في محطة البنزين، قلت اللي يحبس نلصق فيه باش نشوف كيفاش نهبط معاه. كيف كيف والو، اللي نهضر معاه يقول لك لا لا. الحمد لله يا ربي بان واحد. وبعد انتظار تاع قرابه ساعتين تحت الشمس المحرقه، توقف لي هذا الاخ الكريم وقال لي مانيش رايح للوصول لكن نقربك في طريق. وفوق هذا زاد عرضني للبيت تاعو باش نصلوا صلاتنا ونرتاحوا شويه. يا الله يا كريم، سبحان الله، تقول هماك مش كاع في موريتانيا.
والله ما كان مريح، الله يبارك ما شاء الله. والله مشينا دوكا شحال واحد 80 كيلومتر على نواكشوط، طبيعه اللي كاين لهنا صدقوني غير طلع لي المورال، حق ربي طلع لي المورال، خاطر عييت من الطبيعه الصحراويه هذيك، حبيت حاجه تاع خضوريه شويه حشيش. جيت لهنا والله غير واحد الراحه النفسيه، كاين لا روس ولا والو، القيلوله يا الله يا كريم. شوية الراحة، ربي ورحمته يا الله، واحد البرودة يا خاوتي، ربي ورحمته ياي. خرجنا عقرب دوكا، شتو كي داير دوكا وسوسوني كيفاش راح نرقد انايا وكاين العقرب هذا. زادوا تحفوني بالدقلا يا خاوتي، وحشتها بسم الله. عودة جمال الى استوب، الراحة بزاف ماشي مليح، والفت الراحة بك الناس هادو مشحال كرامة اقسم بالله، غير ما شاء الله. حبستهم قبيلة استوب، مشاني 80 كيلو، داني عندهم بادية لهنا، كليت معاهم، ضربتها بقيلولة، ودوكا نكمل الطريق. تاعي مازال لي واحد 130 كيلومتر على روسو، على باليش اذا نقدر ندخل اليوم ولا لا، انا نحاول ندخل اليوم. هاني نصور فيك. واسمك؟ قول لي اسمك قبل. واسمك؟ عبد الله لطيف. الله يبارك ما شاء الله. وانت راك خايف؟ انا لا خاف. انت ما تخافش، صحاو لي خاف. شو 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 هربوا شو شو خواف خواف يا خواف. علي جاي 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 علي جاي، والله ما يخاف. فضنا بلا فضنا. ماكاش. السلام عليكم، كيف حالك؟ لاباس؟ والله الحمد لله. راني ماشي طريق روسو، اللي قرفتني ليها فيها خير. خلاص معليش نمشي، الله يحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم. يا الله. السلام عليكم. كيف اسمك؟ الله. اسماعيل. الله يبارك. جمال معك من الجزائر. غير قلت له بلي انا جزائري، قال لي ديرك تحسني خاوتي. والله غير الحمد لله يا ربي، قلت لكم انطلقت على ربي نديرو ستوب ونشوفو اذا قدرنا نلحقو لروسو. الاول وصلني نص طريق، وهذا قال لي نوصلك لتيكنت. كي وصلنا لهنايا قال لي بلي نقول لك حاجه، نكمل بك الروسو. شكرا جزيلا، ربي ينورك، الله يجازيك. الحمد لله يا ربي وصلنا الروسو بخير، كما قلنا في الانطلاقة نروحو تحدي بسطوب، قدرت نلحق حتى الروسو بسطوب الحمد لله. بصح المشكل اللي كان عندي هو انه كي نوصل الروسو اذا وصلت في الليل ما نقدرش ننطلق مباشرة للسينيغال، تسمى واش لازم ندير؟ لازم نشوف وين نبات. اتصلت بصديقي صالح اللي مشى قبلي عنده 3 ايام وين مشى من هنايا، ربطني مع واحد الجزائري اللي اسمه مصطفى وبارك الله فيه، هو اللي استقبلني لهنايا وراح نبات عنده اليوم، وغدوة ان شاء الله نتكل على ربي ونحكم طريقي. كاين بزاف فيديوهات تلقاهم في اليوتيوب اللي يتكلموا على الحدود هادو تاع روسيا، يقول لك فيهم بزاف مشاكل. غدوه ان شاء الله نشوفوا اذا صح فيهم مشاكل ولا ما فيهمش مشاكل. صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك. كما شفتوا البارح وصلنا في الليل منطقه روسو، وبعدها الاخ مصطفى جابني الغرفه هذه وين ارتحت الحمد لله يا ربي. مره اخرى نقول لك بارك الله فيك الاخ مصطفى والصديق ديالو، داروا لي تيزانه شافوني نسعى اللي تهلاو فيا، ربي يجازيكم. باش تعرفوا برك دوكا راني في منطقه الحدوديه تاع السنغال اسمها روسو. روسو كاين في الجهه تاع موريتانيا وكاين في الجهه تاع السنغال. انا دوكا حاليا راني في هذه المنطقه هذه، ومننا راح ننطلق لاول مدينه في السنغال اللي هي السالوي. هذه المدينه ما نعرف عليها والو، مازال ما على باليش وين نبات فيها، بصح فيها خير كيما العاده، نمشيو بمبدا الله يربح، تبان في الطريق ان شاء الله. بسم الله نعاود نولوا الا المغامره.
واول حاجه اللي كان لازم عليا نديرها قبل ما نمشي لمعبر الحدود روسو اللي هي نصرف الاورو للعمله السنغاليه اللي سميوها سيفا، رغم انه المكاتب الصرف المتواجده في الحدود دائما يكون السعر فيها ناقص، لهذا قررت نصرف 50 اورو فقط وكي ندخل السنغال نكمل نصرف الباقي. تغيرت خلاص، غيرت كل شيء، ما بقى لي والو. وبعدها مشيت مباشرة لمعبر حدود روسو اللي سمعت عليه الكثير من المشاكل والنقاط السلبية من طرف كل الرحالة اللي جازوا عليه باش يروحوا للسنغال، لكن صراحة أنا شخصيا كانت مفاجأة بالنسبة لي. رقم الجزائر. السنغال والله نعطيك الجزائر. شكرا. ونمشي وين الآن؟ نمشي لا لهنا. لا العبارة، لا العبارة. عبارة ما يقبوها لا سيارة، لا حد عنده سيارة. شكرا. بكل سهولة كاشيت الباسبور وراني ماشي. نعم بكل سهولة قالوا لي روسو يهبلوك ويهبلوك وأصعب حدود والله سهولة تامة. صرا لي مشكل لوكا قال لي بلي العبارة مستحيل تركب فيها إذا ما عندكش دراجة ولا كاش حاجة هكا برجليك ما تركبش، تما راح نروح من الجهه اللي تخلص. النصيحه اللي نقدر نعطيها لكم هو انه كي تكونوا في الحدود تاع روسو ما تسمعوا لحتى واحد من الناس اللي دوروا بكم لتما، وخاصه جواز السفر تاعكم خليوه عندكم مدوه الا للشرطه. وابسط حاجه تقدروا ديروها كي يكونوا يتكلموا معكم ديروا في بالكم بلي راح يلصقوا فيكم، ما تدخلوش معهم في حوار لان يوجد منهم الكثير من النصابين اللي راح يستغلوكم باش ياخذوا منكم الاموال. كامل خلاص شحال هذا؟ ما عنديش اوقية سافا 5000 فرانك ساميل عندي 500 انا في الحالة هذه. راكم سمعتوا قال لي نقطعك ب 5000 سيفا من حدود روسو موريتانيا إلى حدود روسو سينيغال عبر هذا النهر، لكن قبل ما نتقدم عندهم سألت الشرطي عن سعر العبارة وقال لي سعرها لا يتعدى 500 سيفا اللي هي أقل من 1 أورو. لا أخي لا والله هذا شوف هذا الصاك هذا يعتبر جزء مني. شوف الحال هاي الصاك مني ها سيسون. أيوة عندي 500 ماشي صاك هذا جزء لي تجزئ مني هذا كلي تقول لي يعني ظهرك يخلص ظهري جزء مني والله ما مشكل والله مشكل نتمشى على رجلي انا ماشي سائح كما راك تتخيل نمشي عمدي كيسان صافرا لا عمدي كي داير في بدك اردوخ ما افيري قاعد يدوس كارتو دعاوي الخير دعاوي الخير ندعي لك بالخير نمشي الله يحفظك شكرا ربي ينورك الله يزوجك مزوج يا ربي يا كريم بسم الله وعلى بركة الله هكذا رسميا راني خليت موريتانيا روسو تاع موريتانيا وراني رايح لروسو تاع السنغال اللي راي ليه من روسو تاع موريتانيا لروسو تاع السنغال ماشي بعيده عندكم واحد شحال بالقارب الصغير هدايا واحد 8 دقائق نقولوا 10 دقائق. بعد ما وصلنا لحدود السنغال ما قدرتش نصوركم تفاصيل المرور لانه الشرطه وقفوني كي شافوني بالكاميرا، لكن صراحه المرور كان جد سهل، طلبوا مني الفيزا بطبيعه الحال انا كنت درتها في الجزائر هي مجانيه في السفاره السنغاليه، ويزيدوا يطلبوا منكم بطاقه لقاح الحمى الصفراء اللي ديروها في الجزائر قبل ما تسافروا. وبداية الفوضى نعم بسم الله هكذا رسميا راني دخلت للسنغال راني في روسو سنغال الحمد لله يا ربي دخلت بخير ودوكا شريت بيس اللي هي اورانج ورامي يلحقوا النوتيفيكاسيون بسم الله غير الخير ودوكا قلت لكم باللي لحقت السنغال ما على باليش وين انا رايح ما على باليش وين نبات تما واش راني ندير راني نحوس نباته اللي تكون مناسبه ورخيصه في اير بي ان بي راني نحوس ارخاصها راهي 18 اورو ولكن نزيد نحوسو باش ما نلقى حاجه مليحه اللي نرتاحوا فيها. وبدايه المغامره في روسو راني نمشي دوكا من الحدود راني رايح لواحد المكان وين كاين طاكسيات
اللي يديوني لسان لوي. لقيت واحد الدار اللي نكريها على كل حال في سان لوي، سقامت لي باقي 18 اورو ولا شحال. على كل حال من الحدود حتى وين تركبوا طاكسي تقدروا تاخذوا المطوات، بصح انا خيرت نمشي على رجلي. من بين الحوايج اللي توحشهم الطبيعه والخضوريه، عييت من الصحراء خلاص. هاي 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 الخضوريه، السنغال راهي في مرحله تاع الشتاء وهي أسوأ مرحله تقدروا تجيو للسنغال في مرحله تاع الشتاء، تبدا من حوالي واحد نهايه جوان جويي حتى نهايه سبتمبر اكتوبر. بسم الله يا ربي وانطلاق الرحله. الو يا الله، بسم الله يا ربي توكلنا عليك يا الهي. السلام عليكم. بسم الله يا ربي لا قوة الا بالله. بسم الله. بالنسبة لوسائل النقل في السنغال عموما، أفضل وسيلة على حسابي هي الطاكسي المشترك، وين يتقاسم الركاب سعر الرحلة، والحاجة المليحة هي تربح الوقت مقارنة بالحافلة حتى السعر متقارب ما بيناتهم. على سبيل المثال هذه الرحلة اللي دامت ساعة ونصف حوالي 100 كيلومتر سعرها أقل من 4 أورو أي حوالي 850 دينار جزائري. الحمد لله يا ربي، وأخيرا وصلت لمدينة سان لوي في السنغال. هذه أول مدينة ندخل لها، كما عشنا تجربة هادية بسطوب من مدينة نواكشط حتى الروسو، وروسو جيت لهنا بالطاكسي. وهذه هي الغرفة اللي راح نبات فيها. الغرفة هذه كما راكم تشوفوا فيها سقامت لي 18 أورو. علاش خيرتها؟ لأنها جاية في وسط مدينة سان لوي، ومنها نقدر نمشي بلا ما ناخذ طاكسي. وإليك على كل حال الحومة تاعي. مرحبا بكم في مدينة سان لويس السنغالية، التي تعتبر من بين أهم المدن في البلد. كانت قديما خلال فترة الاستعمار الفرنسي عاصمة السنغال وموريتانيا في نفس الوقت، والمدينة هذه مقسومة على اثنين، جهة يمر عليها نهر السنغال اللي قطعناه في حدود روسو، والجهة الأخرى تطل على المحيط الأطلسي وفي وسطها جزيرة سان لويس اللي يربطها هذا الجسر. المهم انا نضربها بالتكسير يا ربي يا كريم، ونقول لكم الى الفيديو القادمه، ونبداو نكتشفوا ان شاء الله السنغال ونمشيو فيها ونشوفوا واش فيها حاجه اللي تعجب واللي ما تعجبش، نشوفوا كلش باذن الله. وان شاء الله برك نفري واحد المشكل اللي هو الفيزا تاع السنغال. باش تعرفوا برك باش تدخلوا للسنغال لازم لكم فيزا، عكس موريتانيا ما تحقوش فيزا، والفيزا هذه ديروها في الجزائر، سهله بسيطه على كل حال. المشكله انا درتها في جوان وما قدرتش نسافر هذيك الفتره حتى لدوكا باش قدرت ندخل للسنغال، وطولت في موريتانيا، تما بقى لي حاليا بقاو لي واحد 7 ايام هكذاك تخلص لي الفيزا. لازم نشوف حل كيفاش نزيد نمدد الفيزا باش نزيد نريح لهنا ونزور دول اللي مجاوره اذا كتب ربي ان شاء الله. وان شاء الله فيها خير، وانا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وتهلاو في رواحتكم، والسلام عليكم. واو.